مع النادي الاهلي في وقت من الاوقات، انت وانت في النادي الاهلي كان زمايلك بيقولوا عليك ابن جوزيه، ابن مانويل جوزيه، فاكر القصه دي؟ اكيد طبعا. ليه اتقال عليك ابن مانويل جوزيه؟ ده بعد ماتش الانتاج، يعني ماتش الانتاج انا كنت بعيد عن الصوره خالص، وجيت في ماتش الانتاج مره واحده لقيت نفسي يعني في اخر 7 دقائق او 8 10 دقائق بالظبط في ماتش الانتاج خسرانين 2-1، ونزلت والحمد لله كان ربنا وفقني ان جبت جون التعادل. التعادل ده هو اللي خلانا نركب على الزمالك بفارق بونت يعني. بعد الماتش مستر مانو التاني يوم جول معانا على الشاشه. بعد الماتش مستر مانو التاني يوم عمل محاضره كبيره قوي على يعني يعتبر عليا يعني ان هو بقى له فتره ما بيلعبش من ساعه ما جيت وكده، وبيتمرن، انا شايفه بيتمرن ومتابعه من بعيد ومركز معاه في التدريب وكده، هو بيتمرن وما بيتكلمش، فعشان كده ربنا اكرمه ان هو جاب جون في يعني في الوقت ده، فان شاء الله الفتره الجايه يبقى ليه دور يعني. بس واللعيبه قالت لك ايه بقى؟ خلاص بعد المحاضره يعني كابتن بركات طبعا الفكاهه كلها يعني قال لي خلاص انت كده مش هتطلع بره السكور يعني خلاص كده يعني. من جوزيه خلاص يعني فالحمد لله فتره حلوه جدا يعني في حياتي يعني. الفتره دي ما دامتش ليه طويله؟ ما دامتش طويله عشان فكري انا ممكن انا متسرع شويه في حته اللعب يعني ان انا ما بلعبش، لا ما ينفعش اقوم بدور الموظف يعني. انا ما بحبش النقطه دي خالص، لان انا كمان في المحله 5 سنين في المحله و5 سنين ونص يعني الحمد لله يعني اتذكر ان انا ما قعدتش ماتش، قعدت ماتش مثلا عشان مثلا ايه انذارين او 3 انذارات الحمد لله ما كانش فيه اصابات، فكان صعب قوي عليا تقيل قوي عليا، وان انا مثلا موسم كامل مثلا ممكن العب 5 أو 6 ماتشات يعني في منهم ماتش اساسي بس ولا حاجه. وكمان اللي كان الفكره ان اللي جايب النادي الاهلي كابتن حسام البدري، فبدات العب مع كابتن حسام ولعبت مثلا معظم الماتشات معاه. لما جه مستر مانويل يعني في الاول ما لعبتش معايا، حتى بعد ماتش الانتاج جبت الجون قلت خلاص بقى الواحد هياخد واحده واحده، فقعدت تاني بره يعني. انت اللعيب مطلوب منه ايه؟ ان هو اللعيب اللي يبقى مستني الفرصه، مطلوب منه ايه؟ لما الفرصه تجي له يبقى يأدي كويس مهما كان بقى كويس وحش، انا نزلت تنفيق ايجابي على الجون فلازم اخد الفرصه اكمل بقيه الفرصه يعني. فان انا يعني في اعلى اوقاتي ان انا جايب جون وما لعبتش، طب بعد كده مثلا لو نزلت واديت ماتش وحش هستنى ايه يعني؟ استبعاد بقى. فممكن انا اتسرعت شويه في حته ان انا امشي من النادي الاهلي يعني، كان طلب مني انا ان انا امشي من النادي الاهلي عشان اخد فرصه، عشان انا في عز مثلا انت بتكلم كان عندي 26 سنه ساعتها، ده في عز يعني قوه اي لعيب 26 سنه. وانت